نشتغل بكور الشابتر اللي هو ستوكيومتري. راح نقرا لانه في تيرم سيونتيفيك لازم نعرفه انه راح نفسر. اثنين اسبا شيميك ايدونتيك بار لور كومبوزيشن، يعني عندهم نفس الماس مولار. يعني اثنين اسبا شيميك عندهم نفس الماس مولار، قلنا بيفرقوا بتوزيع الاتوم تبعهم، اسمهم ايزومير. لكن الايزومير هن اثنين اسبا شيميك، ما في حد يقول اتوم ايون، لانه فيكم هن اثنين اسبا شيميك عندهم نفس الماس مولار بس بيفرقوا بتوزيع الاتوم تبعهم، مثل سي مثلا سي اش اش او وسي او اش اش. الايزومير هن نوعين، عندنا ايزومير دو كونستيتيوسيون وعندنا ستيريو ستيريزوميري. ايزومير دو كونستركسيون هي ديفيرونج، هي الارانجمون تبع الاتوم هو اللي بيتغير، بينما بستيريو سوميت سوميري ستيريو ايزوميري اللي هي مش الديسبوزيسيون دي اتوم اللي بتتغير، هو موقع. يعني مثلا كل هيدي الموليكول كلها مثل ما هي بقلبها، يعني الاتومات دلوا هني ذاتهم. مثلا بعطي اكزامبل، انا هون مثلا شخص بالسياره واحد حده حدا، الايزوميري دو كونستركسيون هني انه يبدلوا يصير هيدا هون وهيدا هون. بينما الثاني نوع هو انه السياره كلها مثلا تقلب بس يدلوا محلاتهم. هيدول هن الريبريزنتاسيون للموليكول بالاسباس. انا اذا بدي اعمل ريبريزنتاسيون للموليكولات بالاسباس عندي كذا شكل، عندي البلان شو اسمه مع بلان، عندي البيرسبكتيف هي دون الاسباس، عندي هيدي بيرسبكتيف كافاريير هيك شكلها، عندي النيومان اللي هي حكينا عنها المره الماضيه سيركل وطالع منه، وعندي الفيشي فيشي او دي ابرز الريبريزنتاسيونات اللي انا لازم اعرفها. بعدين حكينا بالكرام، قلنا الكربون بيكون او سنتر دو تيتراياد الريغولير وعامل اربع ليزون، اثنين منهم بيكونوا بالبلان تبع الورقه، وحده بتكون قدام وحده بتكون ورا. بخصوص الريبريزنتاسيون دو نيومن قلنا ان احنا بدنا نودر على كربون محدد، هذا حكينا فيه انه بدنا نودر على كربون محدد. جينا على ريبريزنتاسيون دو فيشي، بالريبريزنتاسيون دو فيشي قلنا نستعملها اكثر شيء بالستركتور شيميك دي سوكر. برمز لا شين كربوني لا بلو لونغ بار اون ليني فيرتيكال، يعني برمز لاطول شين كربوني بليني فيرتيكال، والكربون اكثر شيء اوكسيدي بحطه من فوق. لكن الايزوميري مثل ما قلنا هن نوعين. رح ارجع شوي نحكي هلا بستيريو ايزوميري دو كون فورماسيون. هن انه دلوا نفسهم بس قلبوا، يعني عملوا ان سيرتان روتاسيون. عملوا ان سيرتان روتاسيون. هيدا هو اللي بدنا نعرفه عنا بالكونفيغوراسيون، هن انه غيروا محلاتهم، فيها تكون ايزوميري جيومتريك حكينا عنه المره الماضيه، انه وعطيتها لعنا اكزامبل. هلا بدي احكي بشيء اسمه راجل دخان ان جولد بريلوج، اول من الا سي اي بي. شو هدف هيدا؟ هدف هيدا الراجل مثلا هون انا عامل سي سي ا بي ا بريم بي بريم، طب ليش عملتهم هيك؟ يعني مثلا اكزامبل سي او اش اش، مثلا انا حطيتهم هيك، ليش حطيتهم هيك مش هيك؟ مثلا هيدي الراجل دو سي اي بي هي اللي حتفسر لي انه ايه بتفرق بين هي الاتوم الاكسجين اذا كان على شمال الكربون غير ما يكون على يمينه كاليزون. لو مثلا هني اعتبري عم بشدوا بين بعض، بدي اعتبر ان انا اعتبر يعني كانه عم بشدوا بين بعض، مشان هيك تفرق
بقى بنرجع على الراجل بسي اي بي، هيدي الراجل بسي اي بي هي اللي هتحدد شو بتتكل الراجل بسي اي بي. الراجل بسي اي بي بتقلي بصف الاتومات المعلقين بالكربون بال من اللي عنده زد كبير لزد صغير، لكن بصف الاتومات المعلقين بالكربون من الزد الكبير للزد الصغير، لكن هيدي الراجل دو سي اي بي. هرجع هيدا، اول شيء بتقلي انه بصف الاتومات المعلقين بالكربون من الكبير للصغير، من اكبر واحد لاصغر واحد. هلا دوبل ليزون بعتبرها اثنين ليزون سنك، وتريك ليزون بعتبرها ثلاثة، لكن غير اني انا صفهم بدي اشوف اذا معي دوبل بدي اعملها اثنين سنك، واذا معي تريبل بدي اعملها ثلاثة سنك. رح نيجي ناخذ اكزامبل تنشوف مثلا سي 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 اش 3 سي ال اش سي اش 2 اش 3، عندي الاش والسائل، السائل اكبر من الاش، لكن تسميهم بدي اقول يا زد يا او. كيف بعرف اذا زد ولا او؟ او يعني ما عندنا، لكن هلا قبل ما احكي نحن اول شيء بالاسم بدنا نحط زد او او، لكن اول شيء بالاسم من حد زد او، لكن حاليا بدي اعرف انا امتى لازم حد زد وامتى لازم حد او. هي اذا دو بار اي دوتر دو ليزون دوبل، يعني اذا هول مثل بعض، اذا المقابل بعض مثل بعض بحط او، اذا اللي حد بعض مثل بعض بحط زد. هون ولا وحده، بس يكون ولا وحده بحط زد كمان. تروا بحط تروا. كلورو بونت دو ام، ليش دو ام؟ لانه موصولي باثنين، وبونت لانه هن خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، والكربونات هن كانهم اتوم واحد سنتر. هون هيدي ايه؟ لانه مقابل بعض. كاتر لانه هيدي الاتوم سنترال عامله اربع ليزون، واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة. كلورو لأنه كلور، أبت لأنه خمسة، عندهم 1 2 3 4 5 أبت 3 N. طيب ها المقابل بعض مش مثل بعض، لكن بدي شوف شو بدي حطهم. بدنا نشوف لكن حاليا شو اللي بدنا نختاره هون. مثلا معي سي سي اف بي مثل بعض، بس ملاحظه مثل بعض ما قصدي نفس الاتوم، مثل بعض يعني بنفس الكولوم. مثلا بقى هون بحط او تروا لانه موصول هيدا بثلاثه، برومو دو فلويورو، برومو لانه بي ار، فلويورو لانه اف، اكس دو ان. نجي على هيدا، هيدا زد لأنه مننا مقابل بعض. سانك برومو بما أنه في سائل يعني في كلورو، هي سيس، ليش سانك؟ لأنه 1 2 3 4 5 وهيدي سيس. تروا شو في على تروا؟ 1 2 3 في تروا، في إتيل ديك ديك سانك أن، هيدي مثلا إيزوميري أو لمقابل بعض مثل بعض، هيدي ايزوميري زد يلي حد بعض عندهم نفس التركيبة. طيب امتى بقول عن الموليكول كيرال؟ هلا حاليا لكن بدي اعرف انا امتى بقول عن الموليكول كيرال او موليكول نون كيرال. طيب lorsqu'un objet n'est pas superposable à son image dans son miroir, on dit qu'il est chiral.
Exemple de chaussures de main. On dit que cet objet possède alors un énantiomère. Quelle molécule qui rare l'un d'eux est un énantiomère? يعني مثلا مثل ايدي، ايدي شمال ما انا مثل ايدي اليمين، هيدي كيرة. يعني اذا حطيتها على مراية ايدي شمال ما بيطلع لي نفس، يعني ايدي اذا حطيت ايدي شمال وايدي على اليمين على المراية ما بي، كأنه بيعكسوا. بقى لهيك هيدي بتقولوا موليكيول كيرة. طب نحن عم نشتغل موليكيول، ما حدا قاعد نمسكها ونحط الورقة على المراية مثلا، او نمسك الموليكيول ونحطها على المراية. بدنا ميثود تدلنا كيف نحن بنشتغل. امتى بقول الموليكيول كيرة؟ اذا منا سيمتريك، يعني لا عندها سنتر دو سيمتري ولا بلان دو سيمتري. اذا عندها سنتر واحد مثل هيدي، الموليكيول بتساوي حالها على المرايه اسمها اكيرة. مثلا هيدي اذا جيت حطيت مرايه هون، هيدا وهيدا بيقلبوا ما مثل بعض، وهيدا وهيدا بيقلبوا ما مثل بعض، لكن هيدي كيرة. فهيدي فكرة موليكيول كيرال وموليكيول أكتر. مثلا هون هيدي CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH2، ما عندي نفس هيدا الأتوم سنترال، أو هيدا قبله ثلاثة وبعده اثنين، ما عندي نفس الترتيب، لكن كيرال هون CH3 CH CH2 CH2 CH CH2. هون إذا حطيت مراية سي اش رح تقلب، لكن هيدي أكيرة لأنه على الشمال وعلى اليمين مثل بعض. سي اش 2 سي اش 3 سي اش موجودين على الملتين، بينما هون سي اش 2 سي اش 2 سي اش 3 هون سي اش سي اش 2 سي اش 3. لهيدي كيف أنا قدرت أقول إن كيرال هيدي أكيرة. هون ماشية، هون هيدي كيرال. ليش؟ لأنه في ليزون دوبل مقابلها ما في ليزون دوبل. لكن هيك انا بكون انا عم بميز موليكيول كيرال واكيرال. بمعنى تاني اذا عملت لها سيمتري بتضل هي ذاتها، اذا هيك بتكون اكيرال، اذا مش هيك بتكون كيرال. Détermination de la configuration absolue. Les différentes substituants sont placées par ordre de priorité décroissant. لكن قلنا بنصفهم من الزد الكبير للزد الصغير. نحن وعم نطلع بالموليكيول à la propriété la plus faible. On détermine le sens de rotation. Si le sens de rotation à l'yamin, men oula le composé rectus. Et le sens de rotation à chemin, men oula le composé sinistère. D'accord. Le sens de rotation, il y a le bicône mettégé. Men le gbir, men le z le gbir, la z le zri. Et le houé à l'yamin, بقول عن الموليكيول ريكتوس. إذا هو على الشمال بقول عن الموليكيول هي سينيستير. هو تعريفات، نحن مسؤولين إن نعرف كيف نطلع. هلا الإنونسيومير اللي هو شكله على المراية، يعني شكل الكيرال على المراية هو اسمه انونسيومير. مثل اخذنا اكزامبل، مثلا انا اذا حطيت ايدي الشمال على المراية بتطلع لي ايدي اليمين، هيدي كيرال. مثلا الموليكيول والايماج هن ديفيرون لكن هن انونسيومير. لكن انا لو شكلي على المراية كان فرق، كنا انا وياه بنكون انونسيومير، كنا بنكون كيرال. بين اثنين موليكيول انونسيومير اكيد في ايزوميري دو كونفيغوراسيون، يعني غيرت العدد الاتومات اللي تغير هو موقعه. طيب رح اجي احكي بشيء اسمه بروجيكسيون دو فيشي. هو مود تعمل ريبريزونتاسيون للاتوم دو كربون ا دو ديمونسيون. نحن بنعرف انه الشغل ا دو ديمونسيون هو اسهل بكثير للشغل على 3 ديمونسيون.
لهيك بنسعى ان نحول الموليكيول من 3 دي ل 2 دي. كيف يعني؟ مثلا هيدي السي بوصلها ب سي اتش 3 سي ال بي ار. دايما هيدي بدها تكون لورا، يعني هيدا الاش بحطه ورا السي، هيدا الاش بحطه ورا السي. هذا هو اللي بهمني. طيب نجي دغري نعمل شوية اكزرسيس قبل ما ننتقل على شيء اسمه اكتيفيتي اوبتيك. اكزرسيس قال لي شو المشترك بين هدول الموليكيول؟ بلاحظ اش و سي ال بدلتهم و سي اش تروا بدلتهم، لكن هن اثنين بيرميتاسيون، عندهم ستركتور ايدنتيك بس عملنا اثنين بيرميتاسيون، بدلنا سي اش تروا و اش بعدين بدلنا اش و سي ال. اكزرسيس 2 شو صار؟ بدلت بي ار و اش، صارت بي ار هون و اش هون، بدلت اش و سي اش تروا، لا بدلت اش و سي ال، صارت اش هون سي ال هون، وبدلت سي ال و سي اش تروا، لكن عملنا تروا بيرميتاسيون. هودي اثنين موليكيول نفس عدد الاتومات، بس مثلا اذا حطيت مرايه سي اش تروا رح يطلع لها بي ال، سي ال رح يطلع لها اش، البي ال رح يطلع لها سي اش تروا، الاش رح يطلع لها سي ال. لكن شو بقدر اقول؟ بقول هيدي موليكيول كيرال وهودي اثنين هني انونسيومر. نيجي على شيء اسمه اكتيفيتي اوبتيك. اثنين انونسيومر عندهم نفس البروبريتي فيزيك ونفس البروبريتي شيميك، إلا شيء اسمه بوفوار روتاتوار. بالنهاية لو هن مثل بعض 100% أنا ما بحول لإنونسيومين، بدل على الموليكيول، بس إنه بده يكون في لأنه نقطة واحدة بتميزهم تتشجعني إني أنا أحول لإنونسيومين. هيدي النقطة بتقول إنه هو البوفوار روتاتوار هو اللي بيفرق بس بينهم. غير هيك عنده نفس الأكتيفيتي فيزيك ونفس الأكتيفيتي شيميك. شو يعني اكتيفيتي اوبتيك؟ اكتيفيتي اوبتيك هني انتر اكسيون بين ضوء بين اللوميير بولاريزي والانونسيون. لكن هي شو بيصير اذا انا حطيت لوميير بولاريزي على انونسيون؟ طيب البوفوار روتاتوار تبع اثنين انونسيومير بيساوي بعض بس اون فالور ابسولي، شو يعني؟ يعني مثلا وحدة بيكون موان تروا وحدة تروا، لكن بوفوار روتاتوار تبع اثنين موليكيول بيساوي بعض بس اون فالور ابسولوت. طيب هلا هي مثل ساعة، إذا هيدي الساعة برمت على اليمين بتكون موليكيول ديكسترو جير، إذا برمت على الشمال بتكون موليكيول ليفو جير ليفو جير. في شيء اسمه لامبلور دو روتاسيون، هو بيقيسه بالدوري بيساوي الفا على اي سي. هلا بنجي بنعرف شيء اسمه ميلانج راسيميك. الكومبوزي ميزو عندهم ا ايجال زيرو، يعني هني اوبتيكمون انكتيف. لكن هيدا الكوفوار اللي حكينا عنه البوزيتيف هو البعتيل اللي عم تبرم على اليمين يعني مثل الساعة، نيجاتيف بعتيل اللي عم تبرم على الشمال يعني عكس الساعة. نيجي هلا بنعرف شيء اسمه ميلانج راسينيك. هو ميلانج مؤلف من اثنين ايزوتوب. وقبل الميلانج راسينيك رح اجي احكي بشيء اسمه ميلانج ايكيمولر. ميلانج ايكيمولر هو ميلانج مؤلف من اثنين انونسيومير بس شو؟ حطهم بالعدل 50 و 50، ما حدا له افضليه على الثاني. هيدا اسمه ميلانج ايكيمولر. هيدا الميلانج هو بقول له اوبتيكمون انكتيف، يعني اذا حطيت لوميير بولاريزي عليه ما بيصير شيء. طيب شو هني البروبريتي فيزيك للإنونسيومير؟ هلأ بدي شوف شو هني البروبريتي فيزيك للإنونسيومير. يعني
هيدا الانونسيومان بدنا نشوف بشو بيتميزوا فيزيك. قلنا شيء مكمل مثل بعض، بيتميزوا انه عندهم شيء اسمه بوفوار روتاتوار، اون فالور ابسولي مثله مثل بعض، بس اللي بيفرقوا هو السين. والسين قلنا اذا على اليمين بوزيتيف، اذا على الشمال كبروبريتي في الشيميك عنده نفس الشيء، عنده نفس بوان دو فيزيون، نفس بوان ديبليسيون، ني ايدنتيك. شو اللي بيفرق؟ الاكتيفيتي بيولوجيك تبعهم بتفرق، يعني طعمتهم، ريحتهم، التوكسيك تبعهم. نيجي بنعرف شيء اسمه دياس سيريوزيمي. شو هيدا؟ هن ني ايماج ني سوبر بوزاب، يعني منن لا ايماج ولا شيء خاص ببعض. حنشوف اكزامبل. Les isomères Z et E d'un alcane ne sont pas superposables, bien qu'ils ne soient pas l'image l'une de l'autre. شو يعني هالحكي؟ هالحكي بيعني انه مثلا هون CH3 مقابلة H، CH3 مقابلة H، هودي بس هون H مقابلة H، CH3 مقابلة CH3، هودي دياستوميري. مثلا بياخذ اكزامبل 3 كلورو بنتان دو اول، يعني هن كانه بيكونوا غير بس حتهم بيصيروا نفس الشيء. بس قالوا هل بيهمني شيء اسمه كومبوزي ميزو؟ كومبوزي ميزو هي موليكيول عندها اثنين او اكثر ستيريو سنتر، هي بدها تكون اكيرال، عندها بلان دو سيمتري. بمعنى هن كمان بيكونوا اوبتيكمون انكتيف مثل هذه الموليكول. هون اذا حطيت بلان دو سيمتري بيطلع لي نفس الشيء، بيكون اسمها كومبوزي ميزو. هون مثلا اذا حطيت بلان دو سيمتري بيطلع لي نفس الشيء كومبوزي ميزو. هون اذا حطيت بلان دو سيمتري بيطلع لي نفس الشيء، لكن هيدا كومبوزي ميزو. شو البروبريتي فيزيك تبعهم؟ هو عندهم لكن بدي واصلوا انه اثنين انونسيومير ما بيفرقوا الا بالبوفوار روتاتوار تبعهم. لكن اثنين انونسيومير ما بيفرقوا الا بالبوفوار روتاتوار تبعهم. لكن هدول هن ابرز افكار اللي بدي احكي، بدي اتناولها بشكل بدقات. تقول يعني مادة مش عم بقول تتكل بكمية كبيرة على الحفظ، وأنا محاول إني بسط الأمور لتقدروا تفهمون وتحفظون. وحكينا مثلا، خليني أرجع شوي عيد فكرة الكيرال. مثلا أنا إذا وقفت على المراية رح يطلع لي أنا، ما رح يطلع لي راسي تحت وإجري فوق، لكن أنا مني كيرال، أنا أكيرال. بينما موليكيول الكيرال هي موليكيول إذا حطيتها على المراية ما بيطلع لي هي، وشكلها على المراية اسمه إنونسيو. شكل على المراية اسمه انونسيومنت. لكن شكل هيدي الموليكيول على المراية اسمه انونسيومنت. طيب حاليا هذا هو تكون الشق بتاعت، رح خلي التدري للمرة اللي جاي تعطيكم تدرسوا الشابيتر. رح نعمل شابيتر 5 اليوم كمان ككور، نعمل هيك شابتر 4 5 كور. نرجع الأسبوع الجاي بنعمل التدريب. فمثل ما قلنا رح انتقل على شابتر 5 كور. هي هيدي المادة مؤلفة من 7 شابتر. مثل ما قلنا هلا رح ننتقل على كل شابتر سايكل، اللي هي كمان بحاول من شابتر سايكل اسمه
allogénure d'alkyle. يعني هن رياكسيون دو سبستيتيسيون نوكليوفيل SN1 SN2. بدنا نتعرف على شيء اسمه رياكسيون دو سبستيتيسيون نوكليوفيل وعلى شيء اسمه رياكسيون ديليميناسيون. هيدا هدف هيدا الشابتر. الالوجينور دالكيل هن السيمبول تبعهم هو RX. هن برودوي دو سبستيتيسيون دون هيدروكاربور بار ان او بليزيور الوجين. يعني مسكت هيدروكاربور وبدلته بالوجين. كيف بسميهم؟ بسميهم على اساس الهيدروكاربور يلي حطيته وقبله الوجينو. لكن الوجينو والهيدروكاربور يلي حطيته. ابرز البروبريتي فيزيك هني تمبراتور والدنسيتي تبعهم بتكون كبيره، هني انسولوبل بالماء، هني بون سولفون، ريحتهم قويه، عندهم مومون ديبول يعني في ليزون بولير. طيب لا ليزون سي اكس هي ليزون بولير ريزولت دو لا ديفيرونس ديالكترونيجاتيفيتي انتر سي والاكس، مما كان يكون هذا الاكس. بجي بحكي على شيء اسمه رياكسيون دو سبستيتيسيون. رياكسيون دو سبستيتيسيون نوكليوفيل هي بتتكل اني انا بدل نوكليوفيل بنوكليوفيل تاني. نقل بتتكل اني انا بدل نوكليوفيل بنوكليوفيل تاني. هي فيها تكون نوعين SN2 و SN1. SN1 اني دغري حطها، SN2 هي اني اقلب الكونفيغوراسيون بعدين. يعني هون مع RCH2X فوتت هون الان بين بالاس ان 2 بينما بالاس ان 1 شلت الاكس رجعت حطيته. يعني كاني شلت الاكس رجعت حطيته. الاس ان 2 هي رياكسيون كونسنتري ان او بيهجم على ليزون سي اكس هو أو أتوم فور. الإتا دو ترانزيسيون دو أن إي و لو جروب بارتان سور تو لي دو بلو أو موان ليي أو كربون. لا فيتيس هي جلوبالمون دو دوزيام وهي بروبورسيونال على كونسنتراسيون دو أن إي أي دو سوبسترا. لا رياكسيون إي بي موليكولير. هايدي رياكسيون بتصير من خلال تبديل الكونفيغوراسيون. بقول عنا رياكسيون ستيريو سبيسيفيك. طيب مين اللي الالوجين يلي بي كي فافوريز لليزون اس ان 2؟ الالوجين كي فافوريز لليزون اس اس ار 2 اس ان 2 هني لازم يكون الاتوم الكربون تبعهم تيرسيال. كل ما زادت الرياكتيفيتي تبع النوكليوفيل كل ما الفيتاس تبع الاس ان 2 حتزيد. النوكليوفيل بتتاثر بالشارج بالبازيسيتي بالسولفون بالبولاريزابيليتي بالناتور دو سيبستيتي. بور ان ميم اتوم رياكسيونيل النوكليوفيل négativement chargé et plus réactif que l'analogue neutre. يعني nucléophile négativement chargé هو أكثر réactif من nucléophile neutre. وإذا نفس الأتوم إذا كانوا مألفين من نفس الأتوم الرياكتيفيتي بتتحرك مثل الباسيسيتي. والنوكليوفيل بتكبر كل ما كبر الزاد بالتابلو بيريوديك. هي النوكليوفيليتي فينا نفهمها ان لوردر انفيرس دو لا بازيسيتي بالليني بالتابلو بيريوديك. يعني اذا انا بنفس الليني نوكليوفيليتي هي عكس الالكترونيجاتيفيتي. هي عكس الالكترونيجاتيفيتي.
هل إذا معي القل إذا ما هي الكول كيف بدنا نشتغل؟ أنتم بتعرفوا اللي بيميز الكول هو الـ OH. لكن يلي بيميز الكول هو وصول الليزون OH. أول مرحلة هيدي الـ OH بدي قصها لإيون أوكسونيوم كيف بار بروتونيزاسيون بروتوناسيون. شو يعني بروتوناسيون؟ بروتوناسيون هو إني زيد بروتون. لكن اني زيد بروتو بتخلي لي اني انا احول ال OH لل RBR او في يحول ال OH لشو؟ لميزيلات، يعني للجروب. هيدا الشغل، هيدا الشغل في يزيد TCL وفي اعمل ساعه اتاك من ناحيه الموليكيول بدي. شو تاثير السولفان؟ كل ما زادت البولاريتي تبع السولفان كل ما حتزيد الشارج الكتريك. لكن كل ما زادت البولاريتي تبع السولفان كل ما رح بتزيد الشارج الكتريك. بحالة CF1 السولفان بولار بيسرعوا الرياكسيون. إليا فورماسيون دي ليزون ديدروجين انتر لو سوبسترا اي لو سولفان. بحالة CN2 la charge totale constante est dispersée dans le passage à l'état de transition. Polarité de solvant est un peu défavorable dans ce genre de réaction, surtout si le solvant est prototique. Yani, c'est un zéro proton. L'atome est aprototique. Il m'a dit que j'ai un zéro proton. Il m'a dit que j'ai un SN. هلا رح نفوت أكثر بتفصيل الميكانيزم SNO. رح نفوت أكثر بتفصيل الميكانيزم دو SNO. مثل ما قلت لك حاليا بنفوت بتفصيل الميكانيزم دو SNO. طب بالميكانيزم SNR الالوجينور بيعملوا سبستيتيسيون غير ال SNR. لكن بال SNR سبستيتيسيون يلي عم بتصير هي غير يلي بتصير بال SNR. في دو ايتاب رح يطلع لي كربون. طب واذا طلع لي كربون عند حلين، يا بده يكون كيرال يا بده يكون نون كيرال. إذا كان كيرال يعني ما في اكتيفيتي اوبتيك. هيدي الرياكسيون هي دوردر 1، هي مونو موليكولير، هي نو ديبون با دو لا كونسنتراسيون دو سبسترا. طيب لكن مين الالوجينور يلي بيشجعوا الاس ان ا؟ لأنه جينور الألو جينور يلي بيشجعوا SN1 هن قلنا الأتوم يلي الكربون تيرسيير، وحكينا في التفصيل عن كربون تيرسيير كربون برينسيبال كل هالقصص. طب كيف معقول إني أرجع صف الكربوكاسيون ب SN1؟ أول شيء الكربوكاسيون تيرسيير هي أكثر ستابل من الكربوناسيون سكوندير. الكربوناسيون تيرسيير هي أكثر ستابل من ثاني نوع من الكربوناسيون. طيب إذا الموليكيول بذات الوقت فيها نيوكليوفيل وجروب بارتون بيكون عندي شيء اسمه substitution نيوكليوفيل انتراتوميك. لكن انا عندي شيء اسمه substitution نيوكليوفيل انتراتوميك
هو انه الاتوم هو انه بالاحلى الجروب، والموليكيول عنده نفس النوكليوفيل. طب اذا بدي لخص شو المعلومات اللي انتم مسؤولين عنها، بدي اقارن اس اس ان او بي اس ان كمعلومات. الانكومبرمون ستيريك هي ودي فافوريز ان اس ان 2، يعني كل ما وصلت الكربون براميفيكاسيون رح تقلل لي الفيتاس دو لا رياكسيون. بما يخص الإكواسيون دوردر اس ان 1، كل ما الكربون كان ستابل كل ما الرانيفيكاسيون بتعلى والفيتاس بتعلى. في شيء اسمه فاكتور الكترونيك، الفيتاس بتكبر وقت السبسترا بيكون عنده دوبل ليزون. لزينسترا سيون ان الفا دو سيت كربون نيرون لي رياكسيون اس ان 1 اس ان 2 امبوسيبل. لك اذا انا مثلا واصل بي سي بدها تكون امبوسيبل. هيدا الاتوم هو بريمير، هيدا هو تيرسيير، هيدا هو سكوندير حسب عدد الراديكو. قلنا حسب عدد الراديكو هو اللي بحدد النوع تبعه. طب اذا بنرجع نعمل مقارنه بين اس ان 1 واس ان 2، اس ان 1 بتخيل من بتصير من خلال طريقتين، بينما اس ان 2 بتصير من خلال طريقه واحده. لكن اس ان 1 بتصير من خلال مرحلتين. لكن اس ان 1 بتصير من خلال مرحلتين، واس ان 2 بتصير من خلال مرحله واحده. اس ان 1 هي اوردر 1، اس ان 2 هي اوردر 2. بالاس ان ما بيهمني من وين النوكليوفيل لانه ما له ولا تقسيم، بينما بالاس ان انا مجبور اهتم للنوكليوفيل لانه النوكليوفيل هو بياثر لي على الفيتاس دو لا رياكسيون. لكن بالاس ان انا ماني مسؤول اعرف من وين النوكليوفيل، بينما لا بالاس ان انا مسؤول اني اعرف من وين النوكليوفيل لانه بالاس ان له تاثير كبير على الفيتاس. هلا اذا معي كربون ساتوري فيها تكون الريزونانس ستابيليزانت هونيك وهونيك، يعني الترسيير اكبر من السكوندير اكبر من البريمير، هونيك البريمير اكبر من السكوندير اكبر من الترسيير. تاثير السولفا على الاس ان هو يعني افضل اني حط سولفان بولير بروتيتيك بيربحوا بروتون، وللاس ان دو افضل اني احط سولفون ابولير سوري ابروتيك بولير بولير. ستوكيومتري بعملها من خلال رسميزاسيون، يعني بس بتطلع وين الرسين. الاس ان دو بعملها انفيرسيون. هيدا لكن أبرز مقارنة بين الـ SNA والـ SNA. طب هلا بدي إشي على الرياكسيون E1 و E2. من اسمه اسمهم إليميناسيون، يعني أنا عم شيل شيء. مجرد ما الألوجين يحطهم بباسفورد أو بشو هن بيعطوا ألكان ألسان سوري لكن مجرد ما الألوجين يحطهم بباسفورد أو بشو بيعطوا ألسان. هيدي الرياكسيون اسمها بيتا إليميناسيون، يعني الرياكسيون يلي بتحط لي ألوجينور بالشو أو يعني بتعلي لي التمبيراتور تبع أو بتخلط لي مع كومبوزي تاني اسمه رياكسيون ديليميناسيون، بصيروا بين باز فورت والكور اللي شو. طيب هي دور هي دور قلنا بدنا نعرف ار ان ار 2 ار 3 كيف نميزهم.
طيب أول شيء راح بلش بـ أو لا رياكسيون أو أو هي منا سبيريو سبيسيفيك. ليش؟ لأنه كربون عم بينقل من سي ألفا لسي بيتا وعم بيلغي هيدروجين. لكن أنا عم بنقل من سي ألفا لسي بيتا وعم بلغي هيدروجين. بقى ما في يقول إنه ستيريو سبيسيفيك. طيب بصير عندي ميلانج دو دو زلسان بس بعدون عن بعدون، واحد سيس وواحد ترانس. نجي على شيء اسمه اورينتاسيون دي رياكسيون دي اليميناسيون. وقت الاليميناسيون إذا كذا ألسان بيف إتر أوبتوني لرجاء الألسان ماجوريتير، يعني إذا طلع لي كذا ألسان في واحد منهم بدي أسميه ماجوريتير. لكن أنا إذا طلع لي ألسان واحد تمام بيكون هو الماجوريتير، بس أنا إذا طلع لي عم بحكي هون كذا ألسان بدي أسمي واحد ماجوريتير، يلي بسميه ماجوريتير هو يلي موصول بالهذا. طيب عندهم ان رياكسيون هي نوص هيدا ال اليميناسيون دور دو دو او او دو. ارجع بقول اليميناسيون يعني انا عم شيل شيء، هي مرحله وحده اني اعمل قرش مال لكن هي مرحلة واحدة إني أعمل بس شيل الباز وحطها على جنب. La vitesse dépend de la de la vitesse du réactif اللي أنا بحطه de l'ordre global هو 2 اسمها réaction biomoléculaire. طيب volume بيساوي concentration fois le base sorry le volume بيساوي الباز فوا ار اكس فوا ك، ك هي كونستانت. E2 بتكون اقوى على تمبيراتور قويه او اذا الباز كانت فورت. لكن امتى E2 بتكون اقوى؟ اذا الباز كانت فورت او التمبيراتور قويه. بهودي الحالتين بقدر اعتبر E2 قوي. طيب يعني نحن هيك بنكون تعرفنا ابراز هذا. شو الفرق بين نوكليوفيل وبازيسيت؟ نوكليوفيل لا بازيسيت هني دو نوسيون ديفيرونت. الفورس نوكليوفيل هي سينيتيك يعني كومباريزون بين الفيتاس، بينما البازيسيت هي ثيرموديناميك هي تحكي يعني أكثر بالإكيليبر أسيدو بازيك. مثل السي ال موا مثل البي ال موا مثل الإي موا هو دي باز تري فابل دوندو. أو مثلا الألكول والأسيد الألكول كونجوجي الأسيد فور الأش إكس هون هول نوكليوفيل منيح. لكن هول نوكليوفيل منيح كمان فينا نستعمل دي باز دي فورد باز بالأحلى بطريقة إنه ار ام و يكون إليميني. طيب شو الفرق بين او ان و اس ان او؟
اثنيناتهم بيكون السي تبعهم مش بريمير. الالوجينور سكوندير وتيرسيير هي بتصير ب اس ان او بي او. اذا السولفون هو بولار والنوكليوفاب والنوكليوفيل هو فابلمون بازيك اس ان او بتاثر على او. اذا باس تمبيراتور اس ان او بتسيطر على اس ان او سوري على او او اذا بدنا الاداء. اذا اهو التمبيراتور او او بتسيطر على اس ان او. طيب حاليا بدي اوصل لفكرة اللي هي مثل كيف انا اعمل مقارنة بين هودي الأربعة. صور هلا الصوت رجع الرياكسيون ديليميناسيون هني فافوريزي بار اون اليفاسيون دو تمبر. Réaction d'élimination est aussi favorisée par des bases fortes. La camine est une réaction d'élimination ni base forte à une élévation de la température. C'est une réaction. Mais le SN de 1 est plus grand que 2, plus grand que 3, mais le E se fait à l'inverse. Le E se fait à l'inverse. من ان الفاكتور ان ناتور دو رياكتيف بولاريتي تمبيراتور هو كله معقول انه نقص. بضل عندنا الراجل دو زي سيف نحكي فيها الاسبوع اللي جاي مع الابليكاسيون على كل فكره الكور يلي حكينا عليه. يعطيكم العافيه.